السلام عليكم طلاب، في هذا الفيديو راح ناخذ مادة تقنيات لغة البرمجة وراح نكمل شرح التاجات اللي أخذناها بالفيديوهات السابقة. اليوم عندنا تاج ضمن تاج البادي اسمه التاج في عفوا اسمه لينك. شنو اللينك؟ هذا اللينك مختص انه ينطي لون للرابط، الرابط اللي راح نكتبه بالبادي مال البرنامج مالتنا. مثلا حروح لهنا، مثلا اشوف انا فاتح صفحة الجوجل، راح اروح انسخ هذا الرابط، راح انسخه وراح اجي هنا اكتب اي اشرف اللي اخذناها بالفيديو السابق اللي هي المختصه حتى نحط رابط، وانسخ الرابط هنا وراح انطي كلمه، ننطي اول شيء هيدنج اللي هي اتش 1 اللي هي مال هيدنج اللي هي مال الخط، ونكتب كلمه جوجل، نسد الاتش 1 ونسد الاي. زين، من سديناها هسه راح نسوي هنا نرجع للويب سايت مالنا، طبعا اشوفه فارغ، نجي هنا راح نسيف ونجي هنا نسوي ريفرش، راح تطلع لنا كلمة جوجل. زين، هنا باللينك راح انطي لون ريد. زين، ونسيف، نجي هنا، طبعا ما راح يصير لون احمر، ليش؟ لانه هذا اللينك مختص بالرابط اللي يعني موجودة، انا فاتح الموقع فلذلك ما راح ينطي اللون. بينما اكو عاز داخ اسمه الفي لينك، مثلا راح انطيه هسه جرين اللي هو الاخضر، من اجي هنا راح اسوي ريفرش راح يصير لونه اخضر. ليش صار لونه اخضر؟ لانه يعني انا زرت هذا الموقع سابقا، انا فاتحه هي انا موجود عندي، فلذلك راح ينطي لون اخضر. هذا هو اول اعاز اللي هو اللينك والفي لينك. طبعا اكثر شيء مستعمل اللي هو الفي لينك اللي هو يعطي لون للرابط الموجود عندنا. هسه راح ناخذ اعاز ثاني، خلينا نمسحها هسه، نمسحها وانا امسح اللينك والفي لينك. اعاز ثاني ضمن امين اعاز البادي اسمه تكست. هذا هم من ينطي لون، ينطي لون لكل النص المكتوب بالبادي، يعني شكو شغله راح نكتبها بالبادي راح تاخذ هذا اللون. راح نكتب مثلا هسه اللون احمر، نجي هنا نكتب مثلا سكند كلاس. زين، راح نسيف، نجي هنا نسوي ريفرش، صار لونها احمر. طبعا ما تشوفون ما استعملنا اعاز فونت اللي استعملناه بالفيديوهات السابقه، فقط استعملنا اعاز تكست اللي هو ضمن البادي، اللي شكو شغله راح اكتبها بداخل البادي راح يصير هنا راح يصير لونها احمر. هذا هو ثاني اعاز راح ناخذ اليوم اللي هو اعاز التكست. هسه راح نجي على اعاز مهم، راح نمسح هنا التكست نرجع اللون عادي. راح نجي الى اعاز مهم وهو اعاز الليست. عندنا ثلاث انواع من اعازات الليست. اول نوع هو اول نوع هو اليو ال. شنو معنى اليو ال؟ معناها الاورجنايزد ليست، الان اوردر ليست، اللي هي عباره عن قائمه عناصرها تكون بدون تسلسل. زين، اللي عاز مالتها هو يو ال، يعني معناها ان اوردر ليست. زين، راح نجي هنا بداخل ان اوردر ليست، من نحط عنصر لازم نحط اللي عاز ال اي اللي هو معناه ليست، يعني حنحط بفتشي حنحط احمد، ونسد ال اي، ننزل سطر راح نحط مثلا حنحط ال اي مره لخ، ونحط علي، ونسد ال اي، ونحط اسم ثالث مثلا نحط طبعا هم قلنا ال اي، ونحط سارة، عفوا سارة. زين، من خلصنا استثنى لحد هنا، اوكي يعني خلصت القائمة مالتي ما اريد اضيف اي شيء، اسد ال يو ال اللي هي الان اوردر ليست. راح اجي هنا اسيف واجي لهنا راح نسوي ريفرش، طلعت انها خلينا نعطيها ثواني، خلينا نعطيها نعطيها هيدنج كلها، نعطيها اتش 1 ونسد الاتش 1 هنا حتى تبين عندنا شوي اكبر بالحجم، نه كبرت الحجم مالتها طبعا، بس خل ثواني خل افصلهن حتى تبين. هاي الاتش 1 هنا وهاي هنا، هذا الاتش 1 هو الهيدنج اللي قلنا عندنا من الاتش 1 للاتش 6 اللي هو يتحكم بحجم الخط. هنا هو اليو ال فتحناها واليو ال سديناها، بداخل اليو ال كتبنا ال اي اللي هو ليست اللي هو مختصر كلمه ليست، وهنا هو راح نحط العناصر الموجوده بالقائمه. مثل ما تشوفون كتبنا احمد علي ساره، وطلع ان هذا احمد وعلي وساره، طبعا ما طلعت ارقام، طلعت ان هي نقاط. بينما اكو نوع ثاني من الليست اللي هي اسمها الاو ال اللي هي الاوردر ليست. طبعا هم من نريد نحط عنصر بيها نكتب ال اي، هم راح نحط نفس الاسماء، راح احط احمد ونسد ال اي، بعدين راح نفتح ال اي جديد ونكتب ب علي، وراح نفتح ال اي جديد ونكتب بها من ساره، نفس الاسماء راح استعمل. زين، هنا راح نسد ال او ال. زين، هسه راح نعرف شنو الفرق بين ال او ال واليو ال.
اليو ال قلنا هي الان اوردر ليست، هي حتطلع العناصر بدون تسلسل بدون ارقام، بينما الاو ال اللي هي الاوردر ليست راح تطلع العناصر مالتها مرقمه، يعني من واحد لثلاثه، لان انا ضايفها ثلاث عناصر. راح نجي هنا نسوي ريفرش، طلعت انها من نفسهم احمد وعلي وساره، بس ارقام واحد اثنين ثلاثه. هذا هو الفرق بين اليو ال والاو ال. زين، هسه انا عندي بعد قائمه اخرى اسمها القائمه اللي هي الدي ال. شنو معنى عفوا دي ال؟ شنو معنى الدي ال؟ معناها الديفينيشن ليست، يعني قائمه التعاريف. القائمه التعاريف ما بيها ال اي مثل اليو ال والاو ال، بيها الدي تي اللي هو معناها الديفينيشن تيرم اللي هو المصطلح المراد تعريفه. يعني انا اريد اعرف فد شيء معين راح اكتبه بالدي تي. مثلا راح نعرف احمد، منو احمد؟ زين، طبعا الفرق بيناتها انه الدي تي ما ينسد مو مثل ال اي. زين، واكو نوع وبيها مصطلح ثاني اللي هو الدي دي اللي هو الديفينيشن اوف ديفينيشن، يعني تعريف المصطلح. ترى راح نقول احمد هو ميل ذكر عمره 20 سنه، ومثلا هو طالب. زين، همين الدي دي والدي تي ما ينسدن مثل ال اي. زين، خلينا نعرف شخص ثاني دي تي مثلا ساره. عفوا راح ننزل هنا ونحط دي دي. بالدي دي راح نكتب انه ساره هي فيميل، يعني انثى، عمرها مثلا 18 سنه، ومثلا هي مثلا نقدر نقول هي اكاونتنت، هي محاسبه، تشتغل محاسبه. هاي هي الدي دي. طبعا هنا اخر شيء راح لازم نسد الدي ال، نسد الدي ال. زين، مثل هاي هي الديفينيشن ليست اللي هي عباره عن قائمه تضمن ان بها تاجين الدي تي اللي هو هذا هو الاعاز الدي تي اللي هو معناها ديفينيشن تيرم، يعني المصطلح المراد تعريفه، والدي دي اللي هو تعريف المصطلح. هسه انا راح نسيف، من راح نجي هنا انا راح نسوي ريفرش، راح تطلع لنا هيك احمد ميل 20 سنه ستودنت، ساره فيميل 18 سنه وهي محاسبه. هاي هي الفرق بين هذين القوائم الثلاثه اللي هي اليو ال اللي هي الان اوردر ليست اللي هي تطلع عباره عن عناصر غير متسلسله بالارقام، والاو ال اللي هي الاوردر ليست اللي هي تطلع عناصر متسلسله بالارقام 1 2 3 الى اخره، والدي ال اللي هي الديفينيشن ليست اللي هي قائمه التعاريف. هذا اللي هنا ننتهي الاعازات اللي راح ناخذها اليوم، التاجات. هنا ينتهي الفيديو، واتمنى استفادتوا من عنده.